لتشجيع المستثمرين في المجال. ويتعلق الأمر بمشروع منطقة زد بي 2 المتواجدة بكورنيش الناظور بمحادثة منتزه كويور. تم توفير منطقة مشاريع وهو مشروع نور بكورنيش الناظور بمحادثة مسجد النور بحي شعالة، وكذلك منطقة مشاريع جديدة التي هي مارينا سيديلي، بالإضافة إلى المشاريع المتواجدة منطقة المشاريع المتواجدة من قبل اللي هي زد بي 1 المتواجدة بمدخل أو الطريق المداري لمنطقة تاويمة، وكذلك منطقة المشاريع بأطاليون زد بي 6. تم توسعة مساحة مناطق إعادة الهيكلة لتشمل الدور المتواجدة والمبنية، وذلك لاستفادة أصحابها من الرخص الجاري بها العمل بحي ترقاع خصوصا. تم تغيير مسارات بعض الطرق حتى لا تشمل دور سكنية، وذلك في حلول الممكن. بجهة أخرى تم إنجاز بعض التصاميم التفعيلية لمناطق التهيئة بالتفاوض على ضوء ما أسفرت عليه عملية التفاوض مع الملاك وإدراجها في مشروع التصميم الحالي. ويتعلق الأمر بمناطق التفاوض 4 5 6 7 8 و 9 كما سنرى في البريزونطاسيون. إدخال التغييرات على طرق محورية ومرافقها المنجزة أو التي هي قيد الإنجاز. ويتعلق الأمر بالطرق المدارية لتاويمة ومشروع الطريق المدارية للناظور. تم إحداث طرق عمومية جديدة بحي المطار، على سبيل المثال طريق 87 90 86 85 89. تمت ملائمة تصاميم التهيئة للواقع فيما يتعلق بتسوية وضعية مشاريع البناء المجمدة، ويتعلق الأمر بمنطقتي المدينة العليا بحي المطار بشارع 80، وكذلك المنطقة المجاورة لسيدي بحي الفتواكي. من جهة أخرى فيما يتعلق بضابطة التهيئة، عملت الوكالة على إحداث تغييرات مهمة على مستوى ضابطة التهيئة فيما يتعلق بالمساحة المبنية والعلو، وذلك بمجموع جماعة ناظور، وهذا من شأنه الاستجابة لمجموعة مهمة من الطلبات التي لقيت صعوبات بهذا الخصوص، خصوصا شارع الريف الكبير شارع 80. إدخال امتيازات جديدة من الناحية الاستعمارية والعمرانية فيما يتعلق بالعلو والمساحة، وإضفاء تناسب عمراني على مركز الشارع لإكسابه مزيدا من الأهمية. بالنسبة لنطاق تحديد البحري، كما تعلمون استصدار مرسوم الذي يحدد الأجزاء المذكورة بالتنسيق مع وزارة التجهيز، فتم إدخال أو إدراج تنطيق تحديد البحري في تصميم التهيئة الجديد لوكالة مارشيكا. وبالنسبة لمناطق الاستثمار الفلاحي، فقد أودعت وكالة مارشيكا ملفا بهذه خاصة لدى الجهات المختصة، وذلك من أجل استخراج هذه البقع من دائرة الاستثمار الفلاحي تبقى للقوانين الجاري بها العمل، وحتى تتمكن الوكالة من تسليم الرخص في منطقة تدخلية. وأخيرا ستعمل الوكالة تبقى للمادة 19 من نفس القانون القانون 2590 على دراسة كافة الملاحظات المسجلة خلال مدة البحث العمومي، بما في ذلك الاقتراحات المقدمة من لدن الإدارات المختصة والمجلس الجماعي قبل إحالته لإحالة المشروع على المصادقة. وشكرا. Don't.